السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. معكم جمال. بالنسبة لناس ما يعرفونيش، أنا صانع محتوى سفر ومغامرات في الجزائر وخارج الجزائر، ومن خلال الفيديو تاعي نحاول نعيشكم معايا تجارب جديدة ونتعرفوا مع بعض على عادات وتقاليد حول العالم. وبالنسبة للناس اللي يعرفوني على بالي بلي كي تشوفوا السيارة هذه تفهموا كلش، هذا سميتو العتروس، شريته سنة 2018 بعد ما كان سيارات جد عادية مدة قريب عام وأنا نخدم فيه باش يرجع منزل متنقل، والهدف منه كان بكل بساطة باش نكتشف به الجزائر ونزور به أكبر عدد من ولايات في بلادنا. والحمد لله ربي وفقني باش نديرها ونعيشها ونعيشكم معايا هالتجارب. واليوم جيت باش نقول لكم لاول مره العتروس راح يخرج خارج الجزائر، وراح تشوفوا وصرا في الحلقه تاع اليوم. توكلوا على ربي يفتحوا العتروس. الله يبارك. بسم الله وعلى بركه الله، العتروس يدخل للباخره لاول مره. خليته مده 18 ساعه. لا عزيز تاعي يا دلي عليك، او قاسو او كسر له الباراشوت. علاش علاش راح دارت لي هاي ليك لاسيرونس؟ كيفاش داير مارساي ولايه رقم 59؟ صار المشكل كي تخرج من مارساي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيت نسقسيكم سؤال برك، راكم واجدين ولا ماكمش واجدين؟ على بالي بلي ما راكمش واجدين. جمال عاود ولا بفيديو جديدة، واهم شيء ماشي فيديو واحدة، سلسلة فيديوهات. وكي نقول سلسلة فيديوهات، اخر مرة درتهم كانت باش بالعتروس، بصح وشنو كانت داخل الجزائر هذه الخطرة العتروس، واخيرا راح يخرج خارج الجزائر وراح نعيشكم معايا تجربة من البداية حتى نعود نولو الارض الوطن. هذه الحاجة هذه كانت في قلبي من شريت العتروس، وانا ناوي ندير به خرجه خارج الوطن. اليوم الحمد لله يا ربي تسهلت الامور، والبدايه حبيت نوري لكم برك باللي العتروس عاود بدلته شويه، وكيما يقول المثل الشعبي بدلوك يحبوك. راح يروحوا فيديوهات بالعفويه نعيشكم التجربه تاعي كيما كانت كيما بكري، ونتكلوا على ربي. البدايه راح نبداوها من خارج العتروس اللي راكم تشوفوا فيه منور الله يبارك. قبل ما نبدا نوري لكم العتروس كيش راهم الداخل، حبيت نشكر خويا طارق وسيد احمد اللي هما اللي خدموا على كل حال العتروس في ظرف قصير جدا، حوالي واحد 15 يوم خدموا كلش. العتروس كان فارغ كما راكم تشوفوا هنايا، فرغته كامل ديته عن طولي. خويا رشيد ربي يحفظه. يا يما جاوا الكلاب، انا يعني نهضر خرجوا الكلاب مورايا، انا خاف الكلاب لا غالب. خويا رشيد طولي هو اللي خدمه لي، كان هنا مصدد كامل هكذايا، خدمه كامل هذه قطعها خدمها باش ديتو عند المينويزي. خويا طارق وسيد احمد ربي يحفظهم. دوكا راح نحط الكاميرا هنا بي او في باش تشوفوا كيما تشوف عيني، ماذا بيا نعيشكم معايا تجربه كلي راكم معايا. بسم الله نتكلوا على ربي يفتحوا العتروس. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله على العتروس. هذه هي الحله الجديده تاع العتروس، تبدلت، كانت من قبل مضيقه شويه الحاله وكانت الالوان كامل تحطب. هذه الخطره قررت نبدل نديروا شويه الابيض مع الحطب، تمد حاجه خاصه. هذه الفكره تاع خويا طارق ربي يحفظه. وهذا المكان هذا هو عباره عن كرسي، وفي نفس الوقت تجبدوه تولي مطبخ. هنايا يجي هذاك الريشو اللي طيب فوقه، هنايا تقطع الماكله تاعك تحطها في المقله وراك طيب. هنايا يجي قرع الزيت صوالح، هنا تقدر تجي تاع الروز مقارون كل الاشياء اللي عندها علاقه بالكوزينه، تغلقوه تطبعوه هكذا طك يعودوا لي مكانه. تما هذا مكان جد مهم، وهنايا من قبل كان مديه قبل بزاف، تما ما كانش عندي وين نحط الحوايج بزاف، اليوم كاين اللي تاع الله يبارك تما عالي وغامق. وهنايا كان وين نحطوا المغارف فراشات الاواني، وكي نريحوا هنايا راح تكون عندنا نظره ما شاء الله شغل مشروحه الحاله. وغير تجبد هذه طب عندك طابله، في الطابله هذه تحط الحاسوب تاعك تفتح وراك تخدم كش ما يكون ايديتينغ ولا فليت ساع او تغلق لهنا. وهنايا مكان يجي غامق شويه، نقدر نخلي فيه الفراش وصوالح هذوما، وهذا مكان صغير يقدر يكونوا فيه اشياء صغيره لهنايا. وهذا هو يجي في العجلات، هذا من 2019 وانا مخبيه حتى اليوم باش حطيته، ونويت قلت كي نحطو تكون كاش خرجه اللي تستاهل. هاوليك يزيد حاجه خاصه للعتروس، هذا جابوا لي خويا ماسي بارك الله فيه. وفي الوراء كيف كيف كانت اضافه صغيره كي نفتحوا لهنايا الاماكن اللي نخبي فيها اشياء تاع الميكانيك مازالها على كل حال. وهنايا زدت اضافه كي تكون اشياء اللي تكون عندها علاقه بالخارج، تقدر تكون الاماكس وهال هذوما. هنايا الباره هذه تاع الكريم، هذه بالا كان نحصل في الغرقه ولا في الثلج،
نغلقوها ونروحوا نعاودوا نشوفوا كي نكسلوا الفراش كيش يولي. هذا دوكا راهو كرسي ندير له هكذا برك يولي فراش كما كان بكري. برك هذه المره كانت اضافه صغيره كي تكونوا مكسلين هكذا يعني عندكم لهنا مكان صغير يتخباو فيه اشياء لهنايا. انا اللي داير فيها كيس تاع النوم هذايا هايك طك لهنا. ما كاش عندي الوقت باش نعاود كامل هذه. درنا الحطبه هذه اللي فيها اضاءه مهمة على كل حال. وقريب نسيت صح أهم إضافة اللي هي هذه المرة الكهرباء. هدرتكم على الحاسوب كيفاش تخدموا به ونسيت الكهرباء. الكهرباء هذه المرة درتها تاع 220 فولت. كيفاش تمشي؟ تمشي بهذا الكونفرتيسور اللي راني حيطو لهنا. وكيفاش يمشي الكونفرتيسور هذا؟ كاين خيوط راهم هابطين تحت العتروس رايحين للبطارية هذه. بكل بساطة هذه راهي تشعل كامل العتروس كي يكون طافي وغير يشعل العتروس تولي تتشارجا بالبطارية تاع العتروس. وهذا ما كان هذا هو العتروس بحلته الجديدة. عموما العتروس راه واجد باش يكون في الرحلة الجديدة هذه. ما خدمتوش بيرفكت لانه الوقت ما يسمحش. خدمة هذه تاع 15 يوم مستحيل تخدم هكذا في 15 يوم بصح الحمد لله. العتروس صبر لي دقيقة برك نولي لك. مرحبا بكم عند ايوار. شكون هاد الشركه وعلاش راني عندهم دوكا وخاصه علاش راح ندي معايا هاد النظارات كاريرا؟ كل هاد التفاصيل راح تعرفوهم خلال رحلتنا وخاصه وين رانا رايحين معاهم. بسم الله وعلى بركه الله نبدا سعاده جديده ورحله جديده بالعتروس يا دلالي. اول خرجه للعتروس خارج الجزائر راح تنطلق من البريد المركزي من نقطه صفر. العتروس راه واجد وانا راهني واجد. وعليكم السلام. قهوه وين طلع الباب محلول؟ ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك. دعينا باك نوصلوا بخير ان شاء الله. توصلوا بخير وان شاء الله ما يصيرك والو ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك ان شاء الله نوصلوا بخير. شوفوا باش نعطي لكم يعني لمحه صغيره برك شحال وانا خدمت العتروس عندها حوالي واحد العام هكذاك ما صرا لي ولا مشكل الحمد لله يا ربي. على بيت حمس قلت لازم نطلع به لخارج الجزائر مادام عندي الفيزا نستغل الفرصه. اليوم سبحان الله قبل ما ننطلق سمعت واحد طك 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 في المحرك. ربي يجعل الخير. السياقه في الجزائر العاصمه في الليل واحد المتعه يا خاوتي غير الناس اللي يمشيوا في الليل في العاصمه اللي يستمتعوا. باك تقول تحس روحك وحدك كي حتى واحد الخلوي يا دلالي. العتروس راك واجد ولا لا؟ ومن هنا سوف تبدا مرحله الانتظار. هاي ليك هنا نتوقفوا ونستناو وقتاش يفتحوا الباب. وقيلا فتحوا الباب على كل حال تاع الميناء باش يبداو يدخلوا السيارات. هادو هما سيارات اللي في نجوزو منايا هكا ونقول ايه لي زيميغري. هادو هما جمال ولا ميغري يا دلالي؟ نستناو لهنايا. الحمد لله يا ربي الدخول من عند الشرطة كان سهل. الله على كل حال بالابتسامة حارو كي شافوني اني رايح بالعتروس. هذا وين فهمت علاش الناس اللي تركب في الباخرة خاصة اللي يروحوا بالسيارات يجوا بكري. كل ما نجوز من نلقاهم بيتين قدام الباب تاع المياه يقول علاش هذوما بيبكروا. انا جيت اليوم على 4:30 تاع الصباح كاين اللي جاوا لهنا بالك على 10 تاع الليل 11 تاع الليل. المشكل وين راه هو انه راني نستنى لهنايا دوكا راهي 6 تاع الصباح وما راناش نتحركوا. الحالة راهي حبسة كيما راكم تشوفوا. بصح الشيء الجميل اللي عندي انا وما عندهمش هما العتروس فيه وين ترقدوا. هذه هي النعمة الكبيرة اللي ما راهمش يحسوا بها اللي راهم لهنا في السركالة هذه. الحمد لله يا ربي هذا وين فريناها. رانا نستناو برك باش نطلعوا في الباخرة. بديناها بالتفتيش تاع الشرطة وبعدها جبنا هذيك البطاقة تاع باش نركبوا في البابور وبعدها تاع لاباف تحية اللي يخدموا في لاباف من المتابعين ربي يحفظكم. وبعدها دزنا التفتيش تاع الجمارك ودوكا رانا في الانتظار باش نطلعوا في الباخرة. وانا جبت فيها واحد ساندويتش فري طوملات يسوى 30,000 مليحة. بصح كاينة حاجة ميزتها ما بين المطار والميناء. المطار شحال ساهل قبل ما تروح الطيارة تاعكم بزوج سوايع تكونوا في المطار تجوزوا عادي ريح كلش باين. هنايا من 4 تاع الصباح وانا لهنا في الميناء للدوك ومازال ما فرتش. راهي دوكا 12 تخيلوا راهي 12 ومازال ما طلعناش في الباخرة. تجربة هادي تعيشوها معايا من البداية للنهاية. بسم الله وعلى بركة الله العتروس يدخل للباخرة لأول مرة. مرحبا بكم في
كورسيكا اردك 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 اردك. بسم الله. اول ركبه في الكورسيكا فوضى شويه الحاله. بصح بس نشوفوا باكو ينبات بالنسبه للغرفه تاعنا هاك كي دايره. انا صحت لي الفوقاني هما جولولين نفس اللون. طك شوفوا اذا مريح ولا لا. يا ربي يا كريم اتس شوف هو لاباس فراش مريح ما يتعبش و كاين شويه الغمه دوكا ما على باليش اذا كي ينطلق يديروا لنا البراد ولا المكيف بصح كاين شويه الغمه. وهذا الحمام تاعهم راه كي داير تقدروا تدوشوا لهنايا ندير لكم معاهم شامبو ولا جل دوش لاباس حاجه جدو بسيطة. المهم واحد يتوضا يصلي صلاته ونخرجوا برا نشوفوا واش كاين في الباخرة هذه. الحمد لله يا ربي واخيرا انطلقنا رسميا من الجزائر العاصمة. الساعة راهي 2:30. تخيلوا دخلت الميناء 4 الصباح والباخرة انطلقت 2:00 العشية. الجزائر بقى على خير. نعاود نرجع لك ايام برك نروحوا نستمتعوا شوية بالعتروس نعاودوا نرجعوا. ما كاش كيفاش تكون في البابور ما تشوفش غروب الشمس. ارتحت شوية من قبيلة نط دوكا سوا مع غروب الشمس حاجه اللي تفرح في الباخره هذه. واحد الله يبارك غاشي كامل كان في البابور صلينا صلاه جماعه ومغرب عيشة حس بالراحه النفسيه. لكن نصيحه ننصحكم بها مهمه بالبزاف اللي يجوا في الباخره تاع كورسيكا ماشي كيما تاع الجزائر. الجزائر عندكم الماكله وكاين صوالح بزاف خير من هنايا خاصه في الماكله. هنا الماكله ما عندكمش خاير بزاف وغاليه. قال لي خويا غيلاس ادي معاك الماكله وراني نشوف هنا التزيينين اللي راهم لهنا كامل جابوا الماكله. عجب لي عدس وعجب جاب لوبيا وعجب الدجاج وعجب مطلوع. غير انا اللي خلصت عليه نشري بيتزا بحوالي 300000 درهم 12 اورو. وهذه هي شغل داخله في المنيو تزيد واحد 6 اورو عليهم. هادو اخطاء اللي ماشي موالفين. انا ماشي موالف بالباخره تما داير في بالي باللي كي تكون عندك شومره يمدوا لك الماكله. ولا اروح الحمد لله اللي كنت بعيت معهم تما ماشي خرجت تما راحت البال. دونك انا واحد الساعه ونص نلحقوا ما نقول حاجه الوقت ما غلطوش. قال لك عاد ساعه نلحقوا عاد ساعه نلحقوا ان شاء الله. واخيرا العوده الى العتروس. خليته مده 18 ساعه مريح وحده مسكين. وين راه وين راه وين راه ايوا هاليك الاصفر العزيز تاعي يا دلالي. عتروسي عتروسي ان شاء الله بكين نوض ما يبهدلني يا شيخ. بسم الله يا ربي توكلنا عليك العتروس العزيز. قبل ما يحبس البابور نشوف اذا ينوض العتروس ولا لا. شوفوا اذا واجد. بسم الله يا ربي ايوا واجد هكذا كيناض راني مرتاح حاجه الاولى. وبعدها كي نمشيو بين نشوفوا الصوت هذاك اللي كان يديروا اذا راح ولا لا. عادوا نرقدوا ايوا يدير الحس بسلامته. نسيت باش نقول لكم حاجه مهمه بالبزاف. دايرين في بالكم بلي رانا وحدي زعما البلاصه هذه تكون فارغه والنور يكون فارغ باينه ما كاش كيفاش. راه يستنى فيا خويا رابح دوكا ومازال واحد اخر يزيد يلحق بينا ودوكا راهي مخلطه خلاص. طبق السفلي خرجوهم وحنا مازال دالتنا تاع الفوق. تصوني واش مقلقين يا سيدي يا جدكم فوضى. العتروس يخافوها على بالك هاو قاسو هاو كسر له البارشوت يا حسره. ها
هصدم يا جمال المتابعين. نعم هصدم. بسم الله وعلى بركة الله، نحن في مارسيليا. مازال ما جستش انا الشميزة زعما لها بيرا نواطر. كيفاش تعجبني الشمس هذه مارسيليا، شغل دزاير. قال لك لهنا لاباف شغل سهلة. يا درا اذا سهلة ولا صعيبة. نعم غير في الحق ذاتي، انا عندي زوج جوازات سفر كما على بالكم، واحد فيه الفيزا خاطر تخلصوا فيه الورق، وهذا جديد راح ندشنو جديد بالطابع تاعهم. بونجور. مرسي بونجورني. بسم الله وعلى بركة الله، جاز تهلا تاع الشرطة دوكا مازال تاع الجمارك وخلاص. هكذايا رانا رسميا نمشيو في مارسيليا. علاش راح دارت لي طونبون في الله عارف جاي، دارت لي في ورقه اللي ماشي لازم كاع دير لي تما. الحمد لله يا ربي رانا خرجنا من مركز تاع الجمارك. سقسيني سؤال قال لي عندك الدخان، قلت له ما عنديش، قال لي تفضل جوز والسلام عليكم، تربح يجيك لهنا. دوكا ما باليش وين راح، والله ما لبالي وين راح. خرجوا منا. ايوا هكا رانا خرجنا، وين نروح ما لباليش. بدات تتلف، هاي بدات تتلف. اصبر وين هادي. بسم الله اللي تبحرت في طريقي. صاحبي كان يستنى فيا، خرجت بحرت في مارسي. روح برك يا جمال، هادي الدخله برك. عباك والله يا خوتي، غير انا ماشي موالف نقرا الفلايك ولا فيتات ومن انا نمشي هماجي. انا راح تبان لي باللي رايح نولي يا نتربى في الطريق يا يشبعوني بروسيات. اسمحوا لي خاوتي، راني في البقعه هنا في مارسي. املك البوابر وانا رحت منا علي صرا خلطتها كاع. المهم صاحبي يستنى هنا في البور 3 باب 3. راني شفتو، راني جاي. زير ارواح سيدي، جيب قشك وارواح قشك سيميلي. ايش رايك حبيبي؟ صبا شويه تابع. هذا هو رابح يا رفيق الرحله، مازال امين يجي هنا شريك يبان هكذايا. بسم الله على بركة الله نروحو نديرو فيها لاسيرونس تأمين. هاي ليك اباك خاوتي، والله شغل موالف زعما كان فواياجي، بصح كي جيت بالعتلوس شغل حاجة سبيسيال، شغل يخسر لي جامي ما خرجت في حياتي، شغل تلفت لي ما عرفتش ندير، ما عرفتش نسوق، ما حاجة جديدة يا. ان شاء الله برك ندوزو مارسي ولاية رقم 59، بصح المشكل كي تخرج من مارسي. لازم عليا ندير تأمين تاع العتلوس، قالوا لي تجي لهاد البلاصة هادي ونشوفوها. قال لك باركينغ بيو تخلصوا من هنا. هاي لك لاسيرونس كيفاش داير؟ قال لك 120 اورو. لاسيرونس كيفاش كيلفو؟ يلفو لو بيرمي كوندوير اي لا كاتيفيك. السعر الجديد قال لك زادوا لك شحال؟ 120 اورو. 120 اورو الاخر. انا تاعي تاع الجزائر مخلصها غير 340 50 عام. 12 اورو عام هنا الشهر. هاديك 120 اورو واش خير ما تخلصها في البور 190. بروموسيون تاع الجزائر دي ولا خلي. قالت لنا هنا تاع الباركينغ ما تعقل غير تسمى الماتريكيل تاع فرنسا، هنا في الجزائر قال لك ما تعقلوش تسمى ما تخلصش. هكذا راني واجدين. طالب الله يبارك، شوف طالب يخرج لك في مارسيليا، طالب في كل والله غير صح. واش راك؟ صباح الخير. لاباس بيا. اسمح لي خذ راحتك.
صحتك لاباس؟ جيت اش تو رابيل ولد العم يا ابن العم. هادي شغل لاك دو تريونف تاع مارساي. هذا اليوم تروح جولة هكذا يا خفيفة قبل ما نبداو الفيديوهات الاخرين. نخليو دوك العتروس لهنا في بلاصتو نديرو فيها جولة بطروتينات. هكذا حبيت نديكم معايا جولة في شوارع مارسيليا بلا العتروس، خاطش مكانش وين نحطو العتروس. وين نروحو نكملو منا ولا؟ أنا وشوف. يا الله يا كريم. مرحبا بكم في لو فيو بور. هذه قال لك شغل بلاصه لازم تجي ليها في مارسيليا. نجيو ليها احنا نشوفوا واش كاين فيو بور، واش كاين في الفيو بور. هذا هو الفيو بور. هذا هو الفيو بور. لاريال هذيك شابه، هذيك لاريال مارسيليا لازم نعطي لها حقها، ما كاش كيفاش ندوز عليها هكا عابر سابيل. انا مع الوقت اللي عندي لازم نلحق وين راني رايح. شغل النظره الاولى اللي شفتها مانيش حاب نصورها، لانه لو كان نصورها هكذا في نص نهار ما تسهلش. لازم عليا غدوه نكمل طريقي لمدينه جديده باش نروح لبلاد جديده تما مازال سلسله تاع الفيديوهات هذوما. بصح الفيديو تاع اليوم راح تخلص لهنا من هذا المكان. هاوتو مالح هذا المكان، لا تيراس دو بور يسموها، مع غروب الشمس. انا هاي اللي كنت جيت الصباح لهنا بالباخره، ما كان بزاف خلوي جابني لي خويا رابح. على كل حال انا نقول لكم استناو الفيديوهات اللي راهم جايين، راح يكونوا بزاف فيه شابين. تراقبونا في الانستغرام قالت ما تنساوش تبعوني، ونقول لكم الى الفيديو القادمه باذن الله. ومارسيليا لازم نعاود نرجع لها ونعطي لها حقها، نريح فيها كسمانه ولا 10 ايام ونتلاقى كاع بخوتنا الجزائريين اللي راهم لهنا بس راح نستمتع فيها. انا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وتهلاو في رواحتكم، والى الفيديو القادمه. السلام عليكم.